انا رائد معاش صلاح بشير عبد الرحمن، النهايه مشاوي من مواطني القضينه النيل الابيض، ودرست الثانوي في الطقر الثانويه، دخلت الكليه الحربيه في 67. كنت الدفعه كم؟ الدفعه 20. الدفعه 20 دخلت في 67 وخلاني يناير 69، 1 يناير 69 اتخرجنا. طيب انت وزعوك وين بعد ما تخرجت من الكليه الحربيه؟ تخرجت من الكليه الحربيه. ايوه. اول محل نقلت الى القياده الوسطى الابيض. ايوه. اخذت فيها زي حوالي شهر كده. ايوه. وبعد جات اشاره تم نقلي الى القياده الجنوبيه. نعم. جوبا. نعم. مشيت جوبا شهر 2 أيوة. 69. نعم. قاعد في جوبا 3 شهور. نعم. ومن الطرائف اللي فيها انا بحكيها انه كان في شهر 5 ايوه 69. نعم. كان جانا نعام ادم رحمه الله. رحمه الله. وعايزين يعملوا حفل في مريدي. حفل في مريدي بالنعام ادم. النعام ادم فنان الطنبور. اي الطنبور. ايوه. فانا كلفوني اقوم بالمهمه اقود الطوب ده. ايوه. صباح 25 الى مريدي. 25 مايو. 25 مايو قبل ما اعرف انه في انقلاب. نعم. ف جهزت النعام والعربيه جاهزه، عربات كذا عربيه. ايوه. للطوب. ايوه. ومعانا عربيه كوماندو حامل الجنود. نعم. ركبنا فيها بنات 2 مشات معانا لمريدي لاهلهم. ايوه. فقلت النعام لانه عميان. ايوه. قلت لها نعم يا اخي العربيه الكوماندو دي اركب فيها هنا. قال لي لا لا. ايوه. انا بركب مع اولادي بس. ايوه. اولاده هم العازفين يعني. ايوه. سيدي راجل معذور وعميان وكذا احسن تركب فينا. قال لي لا ما بركب. ايوه. اصر ركبته معي في المجرود قدام. ايوه. على جوا وانا راقد طرق. ايوه. وتحرك الطوف اكثر من 7 عربات. ايوه. وتحركنا الى مريدي. نعم. صباح 25 مايو الساعة 6 صباحا. نعم. ما عاد في انقلاب. ايوه. في الطريق مسافة بتاعت ساعة كده من جوبا. ايوه. كان في الانيان يتو. ايوه. ضربوا علينا كمين. ايوه. نزلنا نظفنا المنطقة. ايوه. لما جينا رايحين لقيت النعام ما في. ها. يا جماعة النعام وين؟ يا في الفرقة النعام وين؟ قال لي والله ما اعرف انه. يا النعام يا النعام. المنطقة فيها قش قايم كده. أيوه. عالي. ايوه. يا النعام يا عم صوت عالي. ايوه. طلع من تحت القش ده. قلت له والله كان عامل ساتر ولا شو؟ اي عامل ساتر لسه جوا. قلت له والله ما جاب برضه كويس. ايوه. حافظ على نفسك. ايوه. سبته ركبته طبعا وحركنا. ايوه. يا معانا جرحى. ايوه. وصلناهم. ايوه. فوصلنا مريدي الساعة 6 نعم. مساء. ايوه. جيت المنطقة المسرح جاهز. ايوه. لكن الضباط ما فيشين. ايوه. انا هذا عسكري قلت له يا اخي وين الضباط؟ قال لي الضباط في اجتماع في القاعه هنا. ايوه. لانه في انقلاب الخرطوم. ايوه. جات اشاره. ايوه. عايزين راي الناس في الانقلاب ده. ايوه. قلت خلاص سوق النعام ده وفرقته قاعدهم في المسرح. ايوه. وانا حخش الاجتماع. نعم. مشيت بلغت لغايه الفرقه. ايوه. خليت فضل الخش. ايوه. قلت ورينا الحظ شنو؟ قال لي في انقلاب وجات اشاره عشان عايزين فيه راينا. ايوه. والانقلاب فيه بقياده نميري لكن فيه ما فيك النور وهاش وانعطف ده ناسي انا. ايوه. انت كنت في الوقت ده في تنظيم الضباط الاحرار؟ انا في تنظيم الضباط من الكليه الحربيه. من الكليه الحربيه. فقلت ده ناسي ده الانقلاب بتاعنا احنا. ايوه. انا ايد بقلبي قلت والله انا ايد اليوم شديد جدا بدون ما اقول لهم انا ده ناسي. ايوه. قعدت في مع الضباط اكثر من 20 ضابط. ايوه. هاني ما عايزين نسمع رايكم ده راي الفريق. رحت لي قلت له انا اؤيد وبشده. ايوه. هذا الانقلاب وجاهزين لحمايته. أيوه. وتامينه. ايوه. 100%. نعم. حتى الموت. ايوه. قال لي خلاص كلام جميل. انت لا تكتب الاشاره. ايوه. عشان خايف طبعا. ايوه. لا تكتب الاشاره انت. ايوه. قلت له جدا. ايوه. لاني كتبت الاشاره انه نؤيد وبشده. أيوه. هذا الانقلاب وجاهزين لحمايته. أيوه. حتى الموت. ايوه. لازم صلاح بشير رحمن. ايوه.
دري هو شاله أيوه. وقال طلعنا من القاعة أه. بدل مسرح أيوه. نعم ده غنى ما شاء الله غنى تمام جدا أيوه. لقيب الساعة 2 صباحا أيوه. انتهى الحفل أيوه. غررنا نرجع أه. اتصلنا كان بجوبا عشان أيوه. تجينا طيارة هليكوبتر أيوه. نشيل الجرحى أيوه. نرجعهم أيوه. ممتو قلت ان عام في طيارة هليكوبتر أيوه. تركب فيها عشان تمشي نايق قال لي لا لا أيوه. انا ما بركب الا مع اولادي أيوه. يا اخي انت عميان هنا قال لي لا ما في طريقه ايوه وقالي خلاص خليهم ايوه رفعته معي في المجروس ايوه قدام وتحركنا صباح اليوم ده ومشينا وصلنا في الطريق عملنا معسكر ايوه كان الوجبه بتاعت الفطار قام في النعام قال لي في اثناء الوجبه دي يا صلاح يا ولدي لما تجي الخرطوم ايوه لن تصل بي عشان انا اعمل لك حفل كبير جدا ايوه بشجاعتك وقوتك دي ايوه وكرمك ده نعم قلت له جدا ان شاء الله نجي لكن والله للاسف ايوه انا جيت ايوه لكن نسيت نهائي ايوه لحد ما توفى رحمه الله رحمه الله. انت اتكلمت عن انك انت كنت في تنظيم الضباط الاحرار مما كنت طالب حربي من الكليه الحربيه قبل كده في الثانوي هل كنت منظم في الحزب الشيوعي؟ في الحزب الشيوعي من فرطقه الثانويه ايوه انا سكرتير رئيس الاتحاد الطلاب فرطقه ايوه دخلت الجيش لانه الناس الحزب قال له خش الجيش ولا كانت رغبتك انت؟ لا رغبتي انا الجيش ما عنده الحزب ما عنده اي دخل بحاجه نعم انا كان رغبتي انا عايز مش رغبه لاني قدمت للجامعه ما اخذوني ايوه فبرضه ما هي ما لقيت الا محل الا اقدم العسكريه دي طيب مع ان انا ما بحبها نعم لا رغم اني انا حتى في كنت في المدرسه ايوه الكادير ده ايوه التدريب ده ما بشتغل فيه ايوه ما عندي شغل فيه نعم لكن قدمت رغبه لانه عايز الشغل بس ايوه ايوه عشان كده قدمت طيب اشتغلت في جوبا او في الجنوبيه غير الجنوبيه ايوه بعد ذاك وقال بعد الانقلاب ده ب 15 يوم ايوه انا ما زلت على تنظيم الضباط الاحرار ايوه جات اشاره ايوه ينقلي الى سلاح الدبابات الخرطوم ايوه عشان نامن 25 مايو نعم وقالي انتقلت جيت سلاح الدبابات نعم بلغت فيهم من الطرائف أيوة. النوادر الحاجه الغريبه فيها نعم بلغت لما جيت لنائب القائد العام الكتيبة نعم. عمر محمد طيب نعم تعرفه سمعت به؟ نعم عمر محمد طيب بلغت له المكتب وماسك ورقه وقام سألني سؤال ايوه يا ملازم قدمت رغبتك لسلاح الدبابات ده ولا نقلوك الاولاد والاولادات الصعاليك ديل؟ ايوه ديل ليه؟ ناس الانقلاب ناس الانقلاب وديل ناسي؟ ايوه ما حبيت اقول لهم انا معاهم ولا ناجي طبعا قلت له يا اخي انا رغبتي مين الكليه الحربيه؟ ايوه كان سلاح الدبابات ايوه يعني جيت برغبتي انا جيت هنا ايوه قال لي خلاص مش كان ممكن ابلغ عنه اقول ده راجل ضد الثوره لكن ما بلغت عنه نعم. ومن السخريات انه انا دخلت السجن وهو بقى نائب رئيس الجمهوريه ورئيس جهاز الامن نعم صحيح هو الحياه غريبه أيوة. هو بيتكلم الولايات ايوه والصعاليك ده ايوه فقعدت في سلاح الدبابات ده اخذت اخوك كورسات برا السودان عن الدبابات ايوه, أيوة. انا قاعد في سلاح الدبابات ده طوالي ودوني كورس في مصر ايوه مرتين بتاع أيوة. دبابات ايوه مجموعه دبابات ثاني كورس بتاع معلم ايوه دبابات كنت أيوة. معلم بتاع مدفعيه واشاره وحكمداريه ايوه درستها في مصر نعم ومشيت الاتحاد السوفيتي نعم برضه درست فيه هناك نعم وكنت ماسك المنزل بتاع الدبابات دي انا المعلم الوحيد نعم فيها مدفعيه واشاره وحكمداريه في شجره في الشجرة نعم سلاح الدبابات نعم ومن طرائف اللي فيها أنا بعمل في محاضرة تجي كده أيوه جالة ضباط 40 ضابط قاعدين أيوه ودي الشبابيك كده من البوابة بتاعت سلاح الدبابات جاي داخل قايد سلاح الدبابات أحمد عبد الحليم نعم معاه نميري وعدد من الضباط جو داخلين جو داخلين بالبوابة قلت خلوا قاعدين يحضروا المحاضرة دي غير جميل ايوه سميت المحاضرة الضباط احمد عبد الحليم والضباط اللي معاه وجو واقفين بالباب فاتح كده ايوه ودينا الشبابيك كده ايوه وقفوا في البوابة كده راجعين نميري النميري عمل شنو؟ بالشباك اللي هنا تلب ايوه جوه القاعة ايوه بس تلب كده انا ضايقت شديد جدا ايوه ما
منه. ما عمر عم طلب قال لك الصعالي كده. انت ما حركت صعالي. صعالي سكتة. تخليك منه. ايوه. يعني انت بالزوم بعد مسابة الساعة 10 جت. وتلاقي لها ضباط حصة الإفطار عمل انصراف. طوالي أحمد عبد الحليم يا ملازم ده رئيس الجمهورية وتعمل له بروتوكول تستقبله به وتودعه به. قلت له والله رئيس الجمهورية يجيني هنا أنا أستقبله وأقعده وأودعه وأعمل له بروتوكول. جاب الشباك ارجع بالشباك. ما في استقبال. أنت ملازم. أنا ملازم بالزبون. هو النمير عمل شنو؟ انبسط جدا من كلامي ده. أيوه. ويا طوالي يعني كده. أيوه. كان صحته مانعة جدا. أيوه. سامني منقوب تمام. أيوه. طوالي طلع وفاته. أيوه. وده كان لغاية مع نميري في المحاضرة دي. نعم. طيب نجي ليوليو 19 يوليو. أول مرة سمعت بأنه تنظيم الضباط الأحرار عاوز يعمل انقلاب كان متى؟ بدينا لما نميري أيوه. لما طلب ناس هاشم العطب بابا كنور فرحمة الله من المجلس 16 نوفمبر 16 نوفمبر ويحمل ده انقلاب كمان ثاني احنا نكون نجهز نفسنا ايوه عشان نعمل حاجه ضد النظام ده. نعم. بدينا طوال نجهز عملت محاضره حضرها احمد عبد الحليم هاجمت فيها شتى قلت لي ما هي خطا انه الغالبيه تخدم الغليه. نعم. حتى احمد الحليم قال لي لازم ده كلام عجيب جدا تتكلم عن النظام قلت له اتكلم هو الحقيقه. ايوه. فقاموا على ضوء كده احنا بدينا نجند الضباط للتنظيم أيوه. نريد التنظيم عشان نعمل انقلاب ايوه فبنجند الضباط واحد ضابط رمة كده مشى افشى عنا نتكلم غير السلاح قال لي الشيوعيين دول بيجندوا الضباط عايزين تنظيم الضباط الاحرار نعم منو قال لهم واحد منهم نطلع بشير. نعم. فجاني عبد المنعم محمد الهموش العقيد. ايوه. محمد الهموش. نعم. قضوا معانا في التنظيم. نعم. قال لي يا ملازم هي معلومه لغير السلاح انه انت بتجندوا في ضباط. نعم. المعلومه قلت له سعادتك قال لي والله ما اعرف واحد من جندتهم انت. قلت له بس واحد يكون انا ده كان من جندته طوال بيجي يجيني كل يوم ها. جناب صلاح عملت شنو التنظيم عملت شنو في النهايه قلت له لغينا التنظيم. قال لي خلاص هو بلغ عنك وحيرفدوك. فعلا جات الشرع بربط الملازم صلاح بشير من القوات المسلحه. والله احنا بعنا برا واجينا من التنظيم من القوات المسلحه جينا نجهز للانقلاب. نحضر للانقلاب ده. نعم. تحضير انا بتاع دبابات. فلما قرروا انه خلاص يقوموا بالانقلاب ده. نعم. انا ادوني مهمة اني احتل كتيبة جعفر نميري. من درمان. غرب المهندسين. وبانت. ايوه. في كتيبة جعفر نميري. بتاع دبابات. كتيبة جعفر. اي. نعم. انا اقوم باحتلها. وحددنا المواعيد انه بكره الساعه 11 تجي لابشيبه في قصر الجمهوري عشان نعم. اديك التعليمات. نعم. فعلا بكره جيت قابلت في قصر الجمهوري ولقيت معاهم اخونا احمد جباره رحمه الله. رحمه الله. فقال لي خلاص حيكون الانقلاب الليله وانت حتتحرك من هنا الى غرب ام درمان في معسكر بتاع ضباط هناك. ومشى عساكر كان تتبلغ عندهم هناك من هناك هيتحركوا مع الغايد بتاع العملية هناك اسمه صلاح السماني نقيب صلاح السماني الكردي الكردي نعم فمشينا وقام ركبني في عربية لأن كلودا مجروس كبيرة كده نعم جنب القصر الجمهوري ركبني قدام وداني جريدة قال لي جريدة حطها في وشك كده عشان ما يعرفوك الناس اللي يقولوا ده مرفوضه جابوا شنو هنا. كنت لابس؟ لابس رسمي. ايوه. عشان ما يقولوا جابوا شنو. رجع كيف؟ طواشت جريده منه ركبتها وقام قال للسواق قال لهم المعلم ده يعني
اخو غايد الفرقه في غرب ام درمان. نعم. ما قال لهم عشان الانقلاب ولا لا حاجه. ايوه. وصلوا لي اخو هناك. تحركنا الساعه 12 واحدة كده. نطلع الدبابات. ايوه. سكت الدبابات وقفتها برا. في الكثيرة. بعدين طلعت المايه ده معانا وقال لي قلت له في معلومه ثانيه انت عارفها انه انا حامشي اعطل الكوبانيه بتاعت الاندرومان. ايوه. قال لي لا يا جنابو انا ما بعرف حاجه عن الكثيره دي. امشي اعطلها انت خليك هنا. ايوه. قلت له جدا امشي اعطلها انا بقعد هنا. احنا قاعدين في الكتيبه جاء يعني عسكري قال لي يا جنابو في ضابط برا قال عايزك. شفت لقيته اسمه عثمان كنب. ايوه. كان قاعد الكتيبه دي. نعم. ايوه قال لي انا عثمان كنب قاعد الكتيبه. قلت له بتعرفني؟ قال لي ما بعرف صلاح بشير. قلت له ما رفضتوني. لكن صلاح بشير ثاني جيت بسلاحي ده. انت عارف شنو؟ قال لي ما جيت عارف الحاكم. قلت له البلد سلموها اهلا. اهلا منو؟ قلت له اهلا هاشم العطا وبابا كنور. نعم. يا سلام كويس خالص. يلا انا عسكري سووا ساووا من ايده قلت له قاعدوا دخلت جوا. بعد مسافه ثانيه جا قال لي جنابو الضابط ده قال دايرك. قلت له عايش شنو مالك؟ قال لي انا عيان عندي السكري وعندي النصران وعايز امشي اجيب حبوب. وانا قلت له اجابك شنو؟ جاي ليه؟ قال لي تعالى عساكر اثنين اركبوا معك في عربيته دي. نعم. واحد قدام واحد ورا اي حركوا ما تموا خمس دقائق جوا راجعين رجعوا ما لكم جيتوا قالوا والله قال خليته رجعوني. رجعت طوالي بعده جانا عسكري ثاني برضه قال لي ما في ضابط ثاني جاء برا. طلعت جيته كان خالد اليمين الحاج المقبول معاهم ملازم ثاني. نعم. في شلون حاصل؟ انا خالد اليمين غايد سلاح المهندسين. ايوه. قلت له انا غايب سلاح المهندسين الان. ايوه. يا جبان شفت الطبنجه وعايز اعملها له. ايوه. بس هو والضابط اللي معاه جوا العربيه وفرتكوا فاتوا. ايوه. عارف الضابط اللي كان معاه؟ اها. عمر حسن احمد البشير. اه. كان ملازم. نعم. دبورتين وانا دبور واحد. نعم. وحكاها دي. ايوه. حكاها عمر البشير ذاته. ايوه. في قناه الاندرومان. عمل لغة معاه. ايوه. قال لهم في ملازم طلع بشير سنة 71 كان على الكتروني لكن احنا ايوه اتخرجنا. قلت له انت ما اتخرجت انت جريت. ايوه. يا جبان. ايوه. فطلع وفاتوا. بعد شوي جاني احمد جباره اخونا احمد جباره. قال لي يا صلاح احكي عشان تلاقي نميري. انا عندي معاه مواقف وقلت له يا اخي ما في طريقه حتى انا لحد ما امن الكتيبه دي. لكن تعالي بكره. واحمد جبار سوق معاك عثمان كنب ودي المحتقب بتاع بيت الضياف. ايوه. ركبوا معاه وداه بيت الضياف. ايوه. مره قاعدين في الكتيبه صلاح السماعي ده يتهرب مننا خلاص. احتلينا الكتيبه جانا هاشم العاطف بالليل. وريته امنته الحكايه تمام. حتى قال لي خلاص عطل الدبابات دي. في 20 دبابه جوا الجراش. ايوه. قلت له انا عطلها. دي احتياطي بتاعنا وانا مسؤول منها. ايوه. من ناحيه مين؟ ايوه. ما في شيطان ولا ضبان بتخش عليهم. ايوه. اللي خلاص شغال. طلع فات. لكن ساعتها بس حاجه واحده. عايز منا قوات بتاع مدفعيه واشاره. يكون أيوه. بيعرفوا دبابات. ايوه. تجيبوا لنا عشان يركبوا الدبابات دي عشان يستعملوها. لانه معايا دي كلهم مشاه. ايوه. ما دبابات. ايوه. اللي خلاص حنجيبه لك. وجات الاشاره الثانيه انه الغزافي والمصريين تم اختطاف طائرة بابيك النور فاروق حمد الله. نعم. فمشتغلين هناك. خدنا اليوم الثاني مشيت لي واحد اسمه العاصي ده رحمه الله. ثلاثة قعدت الناس ديل ما حيفكوهم نحن نعمل حاجة واحدة أنا بنفذها. السفارة بتاعت الليبيين دي احتلها بالدبابات دي حاصرها بثلاث دبابات. نديهم انذار ساعتين. وبكنور وهاشم وفاروق حمد الله جو يوم ما جو احنا ندمر
التقارب والناس فيها. لا لا يا جناب لا تشنج دماء صاح وتين صاح ما صاح كيف يعني لازم نحمي نظامنا يا جماعة. لكن هذا المعارضة كان مسالم لكنه ضيعنا رحمه الله رفض والله رفضت خليته ايوه بعد كده يعني احمد جبالة ثاني يوم اللي هي عرفها جناب نمشي للميري انا الميري كان بيقول حج بشوي حغير تافي قلت نمشي معاك عشان نوريه حج بشوي تافي ده ايوه مشينا وبعرف يطبع الميري من الشجره ايوه قال اوريك انه وقف على حيله انه الحزب الشيوعي الحقير التافه بنقوله ده هو اللي استلم الانقلاب ده تقنيع احمد جبار ده هاشم عاطف قال ما تضربوهم ما تقتلوهم انا طلعت صليته ايوه فهمنا طلعنا على كده بعد كده قعدنا في الكتيبه في امان الله في امين الى ان يوم 22 او 23 ايوه أنا مشيت الثورة الحالة الرابعة قلت أغير الملابس فيه. أيوه. بيت أخوي هناك. الساعة 4 يعني ملازم بالعربية قال لي في معلومة إنه دبابات اتحركت من الشجرة. أيوه. وماشي على الخرطوم وجاية جاية. فحكي يا أخي عشان نشوفها. فطوالي بس طلعت معاهم ركبت في العربية قدام تحركنا عن طريق استاد المريخ مشي أيوه. سريع جدا. لما قربنا ديك الدبابات جاية العسكري السواق على الدبابة أبا خاف قلت له إذا كان خفت من الدبابات دي طبنجة يا تخش دي طلقة هنا وأخش أنا بكراعي بس طوالي دور داخل الكتيبة وهي نزلنا عملنا احتياراتنا بقينا نشم في الهجوم على الدبابات الجاية دي ندمر فيها نشوف فيها إلى أن جات المغرب صراحة ما الإمام انسحبوا فاتوا العساكر معانا فاتوا ما بعرفوا دبابات ايوه بعدين قلت يا جماعة نعمل شو لكن وما في معلومة جاتنا عنه نميري مشى الإذاعة ايوه لو أخذت المعلومة دي أيوة. كان دبابة وطلع بها للإذاعة ودمر الإذاعة بين نميري ايوه لكن ما عندنا معلومة ايوه فقعدنا هناك المهم أنا وسبت بجروح من الدبابات الجات دي طلع الشمال لي وبعدين قلت له انا عملت شمال لكن ستة بيجروا عشان طلق نار يعني؟ هاد طلقت ايوه الدبابات تطلق نار جبخانة ايوه لكن جبخانة رصاص بس ما مرتفعة ايوه ما عندهم رصاص ما عندهم كبير ايوه وكان عندهم كان دمرونا ايوه فسبت بالرصاص دي لكن ما اشتغلت بها فالساعة 7 قلت نصل نشوف القصة الجمهورية لأنه بالتليفون ما في أيوة. ما لاقي أي معلومة نشوف الحظ شنو وأنا ماشي سلاح المهندسين من هناك بيضرب عليه أيوة. والله العظيم أنت ماشي لشنو كنت؟ من الجبخانة سايق شنو؟ ها؟ ماشي كيف يعني؟ سايقين يعني ولا برجلينك ولا كنت ماشي كيف؟ أنا ماشي بكراعي سايق هنا أها ماشي كده مارق من الكتيبة خلاص أيوة ذاك سلاح المهندسين طلعوا فوق في السور بتاعهم بيضربوا عليه أيوة جبخانة أنا شايفة جاية مضيعة علي لكن ما صابتني ولا طيقة. أيوه. نعمة رب العالمين. نعم. لا عندي حجاب لا عندي حاجة. أيوه. قلت يا جماعة لكن ده جبخانة وحتى عملت شنو لكن. وكشفوا إنه ما صابتني الطيقات دي قاموا يجوا جارين محاصريني. أنا سامحت الكيان وهم ظلمة. صوت كرهانهم. قربوا علي بس طوالي أنا استعملت الأرض. عندي المسدس والبندقية كلاشنكوف. بس عملت كلاشنكوف ده قبلت عليهم بقيت اضرب فيهم كقق كده وزح كده كقق كده وزح كده عشان اوريهم شو انه كميه من العساكر ايوه هم فعلا بتقنعوا ده كميه من العساكر هنا انسحبوا وقاموا جارين بس نزحت الكلاشنكوف ده يبقى خانه كملت فيهم دخلت تعبان جدا الاشلاق ايوه جنب الكتيبه ده نعم قلت ناخذ راحه هنا نشرب مويه وبعدين اطلع نمشي نشوف الحفر. ايوه. دخلت رسيت البيت ده قلت له يا اخي انا مجروح هنا وتعبان في داعي راح بس كوبايه مويه. البيت عباره عن اوضتين. ايوه. اوضه هنا اوضه هنا في النص برنده. قعدت في الاوضه هنا اسمع صوت المراه
للراجل ليه للشيوعيين لماذا قال اقتلوا واذبحوا وابيدوا الشيوعيين اقتلوا ما تخليهم ما خلاص يوم ثم الطوالي جاي راجع شايل مويه شايل البندقيه خرطوش نعم مصورتين ايوه انا قلت له خلاص نمشي معاه لكن من قريب لي اتاكد شو من البندقيه دي وايدا واطلع بوت ايوه لما خلاص مرق معاه في الحوش عاد التفت عليهم فك فينا طيقه ايوه طيقه يا اخي الضلوع الشمال دي اللي هي مشهور بها لحد حس ايوه انشلت رغم كده قمت على الحليب ايش اللي ده بقيت اقاوم فيه اقاوم فيه في البندقيه دي فيها اعمل كده اعمل كده محدش انا اقبل عليهم قام فك الطريقه الثانيه قامت هنا يعني ايوه على حته كده انا جاني خط احمر كده وقعته ايوه مبان علي ما شايف حاجه في غيبوبه ودوني وين وجعني في الشارع منو انا ما اعرف لكن المهم لما فتحت ثاني يوم لقيت نفسي في غرفة جميلة جدا مفرشة حاجة مريحة وقدامي بيت قاعدة بي هنا وده دم فيه تراب ما بتنظف فيه بيت جميلة جدا ولابسة سكيرت وحياة بالشكل أيوه. سيستر يعني أيوه. أنا ما أعرف يعني قلت يا ديل الحور العين إحنا بيجينا فقلت لك نزل انا انت لا جيت املت فيها كده هي عجبك الامير تعيني فيها كده انبسطت ايوه فقمت اخذنا احنا وين؟ ايوه الفين ده غرفة الانعاش السلاح الطبي ايوه طيب ها ولا حصل شنو؟ مين وين؟ قال لي ما رجع قال بالله خلاص عندي خط قلت انا ما اعرف منه ايوه خليك منه طوالي نظفت المناية وجهزتني كويس بعد شوية جابوا سرير شالوني بيهم من الغرفة دي ودوني عنبر فيه سلاح طبي درجة أولى حطوني فيهم جيت آخد علاجات دريب بتاع دم كل نص ساعة وحقنا كل ساعتين ومشي عليه واحد مساعد طبي كان قمة الأخلاق وبعدين في الغرفة اللي ذاتها السرير اللي هنا لقيت فيه واحد اسمه مزمل سليمان غندور كان احنا اعتقدناه نحن احنا اموهنا اموهنا لجهاز الامن انه مزمل سليمان غندور عايز يعمل انقلاب عشان نغطي على نفسنا يعمل انقلاب فقام احتغلوه جاءوا خطوه هم لقيت في الندو الحرس بتاعه من سلاح المهندسين عدد من العساكر وده لقيت به هنا وده عرفني فبس عايل لي كده وانا مشغول ونايم راقد والتريب ونايم المهم العساكر ضايقوا قلت محلك يا رجل قلت ما تتحرك ولا ما انا عملت شنو انا عملت شنو ما شفت دل عمو الانقلاب دل قلت لي يا جبان يا تافي امسك خشمك عندك ما يتكلم بس سكت بس نحن على المسافه جاء واحد ملازم ملقب بحطب ايوه سيف حطب اي تعرفه يا؟ يعني سمعته ايوه يا داخل بيعرفني طبعا عارف في سلاح الدبابات كان سلم علي وقعد في الكرسي وحكى لي عن الاحداث الجديده من الضيافه والناس والاعدامات اللي تمت والحاضر شنو وكذا وكان كلنا حموت كان ما موت عالي حموت بالاعدام ولا كان موت بمحل الرب ايوه لا مشكله بس على كده قام طالع مش بلغ انه ملان صعب شيء بكسو عنه راقد بالسلاح الطبي ايوه بس بعد نص ساعه منه لكن مية من العساكر حاصروا الغرفه دي كده ايوه الله كانهم حافين اسد ما دول مشهود بس بعد شويه يجي داخل خالد اليمين الحاج ده معاه عدد من الضباط هيا اصلع بشير يا من الكب دريبات كمان الدريب مركب هنا ايوه بس جرب الدريب ده كده ايوه والله لما جرب الدريب ده كده الدم من هنا دق في السقف بتاع الغرفه
والمدرس الصول واقف قام قال له يا سعادتك الكلام ده غلط ما صح. من قال له قلت تعليمات، قال تعليمات انا باخدها من الدكتور ما منك انت ولا مني ميري. ايوه من الدكتور. ايوه قلت خلي راجل عيان انا المسؤول منه. ايوه والطوالي طلع مش جاب الدكتور. الدكتور قال للصول ده اطلق اليوم اللي يشيلوه. الطوالي جابوا الحبال، حبال كبيره كتفوا الكرعين. ايوه وانا عريان. أيوه. مشلول. وجابوا الجيت بتاع الحديد سووا الكرعين. ايوه وخموني عريان. ايوه كما ولدتني امي. نعم شالوني وطلعوا بي. ما تشوف العربيه يدعوني فيها ما اعرف شنو، لكن موضعتها كده المسامير بتاعتها لحد حتى الام في الظهر. نعم تبع عشرات السنين دي. ايوه بس وقعت فيها كده. تحركت العربيه. ودوني محل ما عرفت وين المحل، لكن دخلتها ودخلنا غرفة. أيوه. الغرفة دي لقيت في واحد عثمان بشير، اسمه عثمان بشير طول. كان الحرب بتاع حكم العطا. أيوه. معانا في الانقلاب. أيوه. يعني قاعد معتقل. حاضر شاهد عيان على الستة مالا كله. أيوه. لفاني ضمير كان كتبه وتكلم عنه. أيوه. بس قاعد هنا في الوطن وانا قاعد بهنا. عريان جابوا لي جدعوا لي منها ستة مالا لفيتها كده. يا داخل خذ اليمين يا صلاح بشير يا من يسكر فرعوا كده. هذا اليمين ده شفته؟ لا والله فرعوا كده حجمه حاجه ضخمه جدا. شلوت بالكراع في الوش. شلوت كده شلوت كده لحد ما دخلت في غيبوبه. وانا دخلت في غيبوبه قام فتحته قام قال لي شوف يا من يسكر انا استمرت في الضرب ما تورينا تعليمات تورينا يا سألني عدد من الأسئلة. قلت له ما بعرف أي حاجة. ولو عارف ما بتتكلم. أيوه. ما بتتكلم. ضرب الضربة الأولى. قبل أن يضرب الضربة الثانية مسكوه الضباط. قال لي تعال تخلي لي أنا. أيوه. قلت له خير كان ضربني هو كان أحسن لي. ديل طوالي طلعوا الجزم. العسكرية بوتس. أيوه. بيكون كفوف. الجزم. السنون دي كلها حتى مكسرة بالجزم. والاضنان دي منتهية من الجزم. والنظر منتهي. ضريب سخن سخن بوق بيطلع كده مننا. ايوه. يعني قالوا قلت لهم اه لا وليه عايزين معلومات منك توريني قلت لهم عايزين شنو؟ سالوني سبع اسئلة. وريهم الحافلة على التنظيم والناس المشتركين والناس الاحتياطي والناي كده. قلت لهم والله ده كله عارفه. لكن ما حد تكلم. ما حد تكلم. ثاني برضو ضرب. اتدخل في اللحظه دي شمس الدين كان في جهاز الامن. لكن رايي الاخلاقي عنده اخلاق. لانه والله لا اساء لا ضرب لا عمل حاجه. ايوه علي عمر شرف الدين وعلي شرف الدين علي شرف الدين اليوم خاطري ما اطلعوا هو رايي بتاع جهاز الامن اطلعوا خلوه علي. قام قال لي شوف يا جناب انا زميل اخوك فتح الرحمن اخوي ده كبير في حن في خطقر في خطقر لا في حنتوب. انا قريت خطقر انه ده حنتوب دلوقتي في حنتوب كنا اصحاب واصدقاء وانت موقفك الرجولي ده حرام انه يعجبوك. انا حجيب لك شهاده من نويري انك شاهد ملك. قلت له انا لا حكون شاهد ملك ولا ذا شاهد ملك. اعدام يعدموني لكن ما دار اي شاهد ملك. قال لي خلاص خليك على حد فيه. طلع فات. ايوه. كنت قاعد عليه ست الملايه دي تغطيت بيها والصول ده قاعد بعاين الى اذان اذان الصبح. انت قررت العسكري حرس. انا عايز ابول برا. قال لي بول في محلك. قلت له ما بقول. اقعد كده. الساعه 7 صباحا جو داخلين نفس القوه شايلين سلاحهم وقالوا لي عايزين يكتفوا ويشيلوني. بس انا بكراعي دي مشلوله. بكراعي الشمال دي ضربت الصول ده جده شلوت كده لحد ما الفنجل وقع كده. والعساكر معاه واقفين قلت لهم شوف يا جبان الله يحاغاهم حتى الموت ما لم تجيبوا لي لبس كامل بتاع ضباط
البسه واطلع من هنا. طلع وفاتي جابوا لي بنطلون وقميص وشالوني خموني برا كده لحد ما اجيب برا للمجروس. الضباط هنا في الكراكون ده مترصين كده. أيوه. عدد من الضباط واقفين كده. أيوه. لاجينا نشوف الدور الجاي مارق الاسد ده. عرفوني يدعوني في المجروس وتحرك المجروس في الشجره. أيوه. المحاكمه. أيوه. في الشجره. كموك بي كم سنه؟ أنا مشيت المحاكمة حكمتها بالإعدام. لكن في المحاكمة دي أنا دخلت في غيبوبة. لما دخلنا الغرفة هنا جيت رايح دخلت في غيبوبة تماماً. ما معي بأي حاجة. أيوه. فقاموا شالوني والمعلومة دي قالوا لي واحد من الضباط قال لي تعالى الأمير قال لهم شيلوه يدعوه في مخزن في السلاح الطبي خليه يموت هناك. لأنه ما يقدر يعدمون هذول في غيبوبة. اعدام كده ما ممكن يتم. انا خليه يموت بطيس. ما حاقد عليه شهيد. ايوه. يا ماما طوالي انا ما عارف في غيبوبه ودوني السلاح الطبي ده. نعم. لكن بعد فتره فتحت. جيت نفسي قاعد في غرفه مظلمه. صغيره كده. أيوه. فوق. سخانه. حشرات فيران. ما ادري وين محله. جعان عطشان. بدأ صوت عساكر تكلموا ناس. يا عسكري هنا فتح الباب طيما عطشان وجعان. قال لي خلاص احنا نستنى مدرمان هنا نجيب اكل هنديك منه. بعد شوي جابوا لي كسرة بملح خضرة سموها كانت شريفة. كسرة بالشريفة. ايوه. صحن كبير مليان كسرة. وصحن كوت موية كبير كده ايده مكسورة. لكن مليان موية. ايوه. اكلت الطحن ده قشيت وقش. ايوه. شفت المويه دي شفتها كلها. ايوه. قلت له رقدتها. يمكن بعد كده خلوني مجدوع جوا في الغرفه دي. بعد يوم الثاني ما اعرف بعد كم يوم جاء الشلالي قائد السلاح الطبي. نعم. شافني راقد قال لهم ليه راقد هنا في نقاله في الوطن؟ جيبوا سرير اقعدوا فيهم. روح جابوا سرير رفعوني في السرير. رقدت راسي بقى بهنا وكراعي بهنا. الصيحة 9 بقي تحت. 15 17 20 لحد ما جيهم 23 9 23 الساعة 3 إلا جا داخل رئيس الأعضاء. قال لي يا جناب أديك خبر سار. قبل ما يزعوا الساعة 3 تم تخفيض حكم الإعدام من إعدام إلى 20 سنة سجن. أيوه. قلت يا الله 20 سنة سجن وإعدام أنا كله معي واحد. أيوه. زعل ده 20 جنيه من كلامي ده. أيوه. طوالي طلع فات. أيوه. خلاص أخذت يومي ده هنا باب اليوم بكرة الجمعة يوم 24 جابوا العربية شالوني فيها ودوني سجن كوبر. أيوه. دخلت سجن كوبر. أيوه. استقبلني الشناخ خيري اسمه بيسموه خيري. الشناخ خيري. قال لي يا صلاح الدين ضيعت مني 15 جنيه و20 سكر قلت له شنو؟ جيتك وين؟ قال لي ما كان كنت بعد ما بدوني 15 جنيه و20 سكر قلت لك انت بتعجبني انا ما عسكري بتغني لي بخانه. شكرا جزيلا صلاح بشير. الله يبارك فيك. اليوم هو الخميس الموافق 22 اغسطس. عصير ما جابوا؟ شكرا جزيلا بنشرب العصير. وينهم جابوا؟